أستاذ نجاح الموجي، من فضلك تقول لي فؤاد المهندس بالنسبة لك إيه؟ فؤاد المهندس بالنسبة لي دي ستيفانو بتاع تمثيل الكوميدي. دي ستيفانو هو أعظم لاعب في العالم؟ لا، هو لاعب مجري كان بيتميز بالإخلاص وبالحرفنة والأستاذة في الكورة، وخد شهرة عالمية كبيرة قوي. دي كلها صفات متوفرة في الأستاذ فؤاد المهندس في نظرك؟ متوفرة بدقة. مين بيليه الكورة؟ بيليه المسرح؟ بيليه المسرح لحد دلوقتي لسه ما جاش. عظيم. انت تعلمت حاجة من فؤاد المهندس؟ تعلمت قيمة من قيمه المسرحية؟ يعني يقال او معروف عن الأستاذ فؤاد المهندس ان هو في عز مجده كان بيقف جنب الجيل اللي بعديه وبيشيلهم على كتافه كده، وطلعهم منهم عادل امام، ومنهم سيد زيان، فاروق فلوكس، وصلاح السعداني، وماهر تيخة ده هاجر. وكان لما يقف جنب الفنانين دول تحس ان اخ اكبر او اب واقف يفرش لهم عشان هم يقولوا الافيهات، واذا حد فيهم قال الافيه وما خدش الليله دي ويخرجوا بره يزعق له انت ازاي، ما بعكس اخرين بيقفلوا على اخرين. يعني ايه من فضلك اخرين بيقفلوا على اخرين؟ يعني في فنانين اخرين غير الاستاذ فؤاد المهندس بيقفلوا على فنانين اخرين غير عادل امام وسيد زيان وفاروق فلوكس. يعني يعملوا ايه بالظبط؟ اصل يمكن التعبير ده تعبير يفهموه بتوع المسرح، لكن انا بتصور ان المشاهد العادي في البيت عاوز يعرف نجاح الموجي قصده ايه. لا والله، المشاهد العادي بيبقى قاعد في الصاله وفاهم التقفيل وفاهم ان ده بيحاول يمنع ده ان هو يقول وكده، تبقى واضحه على الوش. لكن فؤاد المهندس ما عندوش هذه الانانيه على الاطلاق. بقول لحضرتك بيطلع بره يتخانق مع الفنان اللي يقول الافيه وما يجيبش، يتخانق معاه يقول له انت ليه ما قلتوش كده، انت اصلك ما عملتش كذا، انت اصلك كده، يعني مع ان الافيه بتاع الفنان التاني ومسؤوليته، انما هو بيحس ان هو اب روح دي ستيفانو بتاع الملعب. الخط البياني لفؤاد المهندس في صعود في هبوط في ايه بالظبط؟ هو ما حصلش هبوط، يعني ممكن نقول انه ايه جه مرحله كده ووقف لاسباب كتيره خاصه بالاستاذ فؤاد، ان هو بينتقي اعمال عايز يعملها ما بيلاقيش حاجه يعني تقابل ذاته من جوه، انما ما حصلش زبزبه، وممكن نقول ان ده الوحيد في جيله اللي خطه البياني ما نزلش خالص. حتى في افلامه السينمائيه الاخيره مثلا، اشتغل فيلم مع عادل امام وناديه الجندي اللي هو خمسه باب، للاسف يعني هو ده ما اتعرضش كتير، انا شفته فيديو. فؤاد المهندس احدى الصخور الثلاثه اللي في الفيلم، واقف جنبهم كويس قوي وبيعمل الدور بدقه متناهيه. هل ترى في احد مسرحياته انتكاسه ما؟ مش عارف ايه المقصود بالانتكاسة. انتكاسة يعني في خطه البيان المسرحي. انا عشان اصدر مثل هذا الحكم لابد ان اكون قد رأيت جميع مسرحياته. انا شفت بعضها في الاول خالص وشفت اخر مسرحياته، فان كان في تشابه بين ما رأيت واخر ما رأيت فلا اظن ان هناك انتكاسة من اي نوع. عظيم. استاذ انيس منصور، انت صاحب 6 مسرحيات: الاحياء المجاورة، حلمك شيخ علام، مين قتل مين، جمعية كل وشكر، وكلام لك يا جارة، وسلطان زمانه. من فضلك ومثل لك الأستاذ أمين الهنيدي مسرحيتين، ألم ترى نمطا ما في مسرحياتك يمكن أن يؤديه فؤاد المهندس وأنت صاحب العبارة الرشيقة عنه أنه المركة المسجلة للضحك الراقي؟ حاول لحضرتك حاجة، مسرحية حلمك الشيخ علام أصلا أنا كتبتها وفي ذهني اني بتخيل فؤاد المهندس يقوم بدور البطوله. فعلا حصل. نعم، وافتكر ان انا قابلته في مبنى الاذاعه القديم، يمكن كنت محتاج لمجهود اناقشه او ما اعرفش، قابلته دقائق واديته المسرحيه، يعني لدتها له بشكل كويس ولا بصوره مقنعه ما اعرفش. نعم، وفؤاد المهندس اخذ المسرحيه واعتقد بشكل ما رد لي المسرحيه، هل هي بالصوره اللي هو شافها يعني ما تنفعش، او ان نسبة الضحك او ضحك او كمية الضحك قليلة وهاوز يضحك اكتر، هل هي عظم من غير لحم، هل يعني ما عرفش. فكان من نتيجة ده ان انا عرضت هذه المسرحية
على الأستاذ أمين الهنيدي. وأعتقد أن أمين الهنيدي بقدراته الهائلة على الإضحاك بالصوت والحركة أفلح تماما في أن يجعل لهذه المسرحية هذه القدرة على إضحاك المتفرجين. يعني اسمح لي أقول لك أنه صراحتك في النقاش بتحرضني على سؤال لازم أسأله لك، ما هي حالة أمين الهنيدي الآن؟ برضو ده يقتضيني أن أنا أقول لحضرتك لازم أكون متابع لكل مسرحياته عشان أكون مؤهلا للحكم العام على كل أعماله. لكن مش متابع أنا أمين هنيدي من وقت طويل، لكن لابد أن تكون مشكلة الممثل المقتدر زي أمين الهنيدي افتقاره إلى النصوص، أو ربما وجد النص لكن لم يجد الممثلين، أو وجد النص والممثلين لم يجد المسرح المناسب. لابد أن تكون له مشكلة ما، ولكنه كممثل قدير ليست له مشكلة. إذا سألتك عن فؤاد المهندس، هل شخصياته مرتبطة بالشارع؟